مساء الخير. الحلا ده ياخد لقب جدا في كل حاجة، شكل مرتب جدا، طعم لذيذ جدا، مكونات بسيطة جدا. كوبين من الحليب، حطيت عليهم نص كوب من الشوكولاتة البيضة، 4 معالق من النشا، شوية فانيلا، 3 معالق سكر، وقلبتهم على البارد، وبعدين أحطهم على النار لحد ما تغلي. تبقى دي مهلبية بيضة بالشوكولاتة عادية جدا. أخدت أي قالب عندك، بايركس، أي شيء عندك، أو صينية تشيز، حطيت فيها طبقة بسكوت وعليها المهلبية اللي بالشوكولاتة البيضة وكمان طبقة بسكوت. هحضر كريم كراميل بالشوكولاتة، 2 حليب، 2 كريم كراميل، ومعلقتين كاكاو بودرة، رشة نسكافيه، وهقلبهم. أحطهم على النار لما يغلي، أخليه يرتاح بس 10 دقايق، وهصبه فوق طبقة البسكوت وأدخلها التلاجة طول الليل أو 3 ساعات على الأقل. شلت القالب وحطيت أعواد الشوي بالشكل ده كده، وهرش فوقه كاكاو بودرة، وشوفوا قد ايه هيطلع متماسك وشكله مرتب وطعمه لذيذ جدا. جربوه وانا واثقه بيعجبكم كشكل وطعم.